صحابي من اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام في حياته مؤمنا ومات على ذلك، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. كل حي طاهر، ما أسكر كثيره فقليله حرام، بقاعدة شرعية وحديث وارد في حديث بهذا المعنى. الشيخ الدردير ما شاء الله يعني وكذلك عند ركوب دابة، عندما تركب الدابة أو السيارة بتاعتك تقول إيه؟ بسم الله. وعند ركوب السفينة برضه تقول بسم الله. ودخول البيت تقول بسم الله، والخروج من البيت تقول بسم الله، دخولك المنزل تقول بسم الله، خروجك من المنزل، دخولك المسجد، خروجك من كله تقول إيه؟ دائما تقول إيه؟ بسم الله بسم الله بسم الله. لأن إذا ذكرت بسم الله المولى تبارك وتعالى يحرسك من الشيطان في ركوبك السيارة، ركوبك الدابة، ركوبك السفينة، دخولك المنزل، دخولك المسجد، أنت محفوظ لأنك أنت قلت بإيه؟ بسم الله. يعني إيه؟ يعني أستعينه بسم الله. وكذلك بسم الله في لبس الثوب، تلبس الجلابية بتاعتك تقول إيه؟ بسم الله. حينما تنزع الثوب تخلعه وتقول إيه؟ بسم الله. وكذلك عند غلق الباب تغلق الباب بتاعك تقول إيه؟ بسم الله. عند فتح الباب تقول بسم الله. عند إطفاء المصباح تقول بسم الله. عندما تقيد المصباح تقول بسم الله. عندما تطأ زوجتك تقول إيه؟ بسم الله. وطأ المباح تقرأ في غيرها، على الأرجح بالنسبة لل يعني الواضح، تخلينا في المباح، وطأ المباح. وصعود خطيب للمنبر يقول إيه؟ بسم الله. تغميض الميت وأنت بتغسله يقول برضو إيه؟ بسم الله. لحده، وضعه في لحده في في اللحد تقول إيه؟ بسم الله. عند التلاوة تبدأ بسم الله، عند النوم تبدأ بسم الله، ابتداء الطواف تقول بسم الله، دخول الخلاء تقول بسم الله. الشيخ هنا في نهاية الكلام بيقول الأولى إتمامها يعني بسم الله الرحمن الرحيم إلا في الأكل والشرب والزكاة، تقتصر على إيه؟ بسم الله فقط. كل الأشياء دي تقولها بسم الله الرحمن الرحيم إلا في الإيه؟ الزكاة اللي هي الذبح، وتاني والأكل والإيه؟ والشرب تقول إيه؟ بسم الله فقط من غير الرحمن الرحيم. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي علت وضى كده من ملها، صلى الفجر ولفت مصر وحواليها. الله 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 على الأزهر، الله 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 أكبر، أم الدنيا كمن وأكتر لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها. الله الله